الموقف ديالي هو كجميع المغاربة أندد بهذا التصرف الرعين، التصرف اللي غير مسؤول، تصرف من عند هذا الرئيس اللي ما رعاش حتى شي حاجة، ما رعاش التاريخ المشترك، ما رعاش الوقفات اللي كان كيوقف المغرب إلى جانبه، ما رعاش أن الشعب المغربي كان كيضحي بالغالي والنفيس من أجل الشعب التونسي، ما رعاش غير مؤخرا المساعدات اللي كانت كتقدم لهم من طرف المغرب في الأزمة ديال كورونا، ما رعا مجموعة من الحويجات ما عرفتش علاش. هذا القيس السعيد، ولكن هذا ماشي غريب عليه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. واش هو نقلب على الديمقراطية ديال بلاده، نقلب على تونس اللي كانت إلى الأمس القريب كتعد من بين الدول الرائدة في الديمقراطية العربية، نقلب على المؤسسات الشرعية، نقلب على مجموعة من الحويجات اللي هي وصلته هو لسدة الحكم. فبالتالي تصرف أرعن كما قلت، تصرف لا يمت للدبلوماسية ولا للحنكة ولا بأي صلة. أكثر من هذا، صغر وقزم البلد ديالو تونس، لأنه رجعوا تابع ورجعوا مجرد ولاية تابعة للولايات الجزائرية. فإنسان اللي ولا كياخد القرارات ديالو من عند الكبرانات، فالله ياخد بيده والله يشافيه والله يحمي الشعب تونسي منه، لأنه إلا بقى غادي يديهم الهوية. احنا مع القضية الوطنية طبعا، لأن قضيتنا خط أحمر ما يمكنش الواحد لا تناقش. فهذاك السيد مع الأسف الشعب التونسي الشعب شقيق، كنحبوه وكنبغيه وكيبغينا، ولكن وقع هذا المشكل. فكنت تتمنى يراجع أوراقه، لأن ما غاديش يقد على المغرب. المغرب كبير 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 تبارك الله، والصحراء مغربية أحب من أحب وكريه من كريه. محمد السادس مالكنا، الله يحفظه لنا والله يخليه لنا. السياسة ما عنديش معاها، ولكن اللي غادي يمس أرضنا ولا المالك ولا بشي حاجة، الله ينعل الكلب تعبوه.